انا توتة مراد. هنعمل النهارده عيش الصراية بطريقه سهله وسريعه. هنقطع التوست دواير، نحطه في صينيه وندخله الفرن لمده 10 دقائق. بعد ما خرج من الفرن هنزله في السيرب اللي عليه ميه الزهر. هننقله في طبق جانبي ونحط عليه معلقه من القشطه اللي عليها ميه الزهر وشريحه تانيه من التوست وعليها معلقه قشطه ورشه فستق وكريز. وده كان عيش السرايا، اتمنى تجربوه ويعجبكم. رمضان كريم. المقادير والطريقه هتلاقوهم على موقع نادي الذواقه المصري وموقع الوصفه.com.